هنا اقدر اقول لك انه بذل جهد كبير جدا من مجلس الامنا في الحوار الوطني. وخليني يمكن اسال وارحب اولا بالنائبه اميره صابر، عضو مجلس امناء الحوار الوطني. ازيك يا اميره؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامله ايه؟ دين. ايه اخباركم؟ كله كويس؟ يعني احنا في اجتماع مستمر تقريبا من اكثر من 11 ساعه. 11 ساعه؟ اه. ليه؟ علشان في فوق الألف صفحة مختلف ودات جلسات الحوار اللي كان مهم جدا انها تناقش على مستوى التوصيات اللي خارجة من اللجان اللي انتهت من عملها، لانه لسه في طبعا عدد من اللجان لم ينتهي بعد من جلساته، وده الحقيقة امر محتاج اوضحه جدا. اجتماع النهاردة في منتهى الأهمية، تدوينة سيادة الرئيس مهمة جدا، ولكن وطني مازال قائما وما زالت جلساته المغلقه والعنة منعقده، يعني ما خلصناش. طيب يعني في ال 11 ساعه دول يا اميره هتقعدوا او قعدتوا بالفعل في قراءه وتفنيد وتفصيل 1000 ورقه او اكثر؟ يعني الفكره في انه كان رفعت مختلف توصياتها ومقترحاتها، وفي نهايه المطاف بيبقى في عدد من المحاور او التوصيات اللي اتفق عليها، اللي اتفق على اهميتها واولويتها، لانه نرجع نفكر بعد الحوار الوطني اصلا في مبتدأه كان ايه هدفه. كان هدفه تحديد اولويات العمل الوطني في ملفات الثلاثه، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين متابعين، كل منهم كان تحته عدد كبير جدا من اللجان، وكل لجنه لها عدد كبير من المخرجات. يعني المسألة شاقة ومهمة، ولكن الحقيقة فإني تشريعية كمان. هيبقى عندنا في مجلس النواب كبيرة جدا من التشريعات المحتلة أو الواجب دراستها من مقالات الحوار الوطني، لأن مسارين اللي خارجة فيهم حوار، يا إما مسار تنفيذي بتوجيه أو يعني اقتراح على الحكومة إنها تباشر عدد من القرارات والتوصيات التنفيذيه بشكل مباشر، او للمجالس النيابيه انها تعدل تشريع او حتى تقر التشريع او يعني تناقش مشاريع قوانين جديده بالكليه. ففي كم من المخرجات كبير جدا تشريعي وتنفيذي، اعتقد شهور في تنفيذه يمكن اكثر كمان. طيب أميرة، يمكن وأنا بكلمك فأنا بكلم أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وفي نفس الوقت عضو مجلس النواب المصري. في أظن كان ثلاث مقترحات متعلقين بالشكل الانتخابات اللي هتتم بيها الانتخابات البرلمانية. أعلم أن هناك مقترحات أخرى بخصوص المحليات، لكن في الثلاث مقترحات بتوع الانتخابات البرلمانية، الثلاثة هيرفعوا لفخامة الرئيس ولا مجلس الأمناء هيتوافق على شكل محدد يتم رفعه؟ طيب دي نقطة، يعني ده سؤال مهم جدا الحقيقة، ويوضح للسادة المحلية المتبعة جوه الحوار الوطني. الحوار الوطني شعاره هو خلق مساحات مشتركة، وجائز جدا في يعني توصيات نهائية قدرنا نوصل فيها لمساحة مشتركة، فطلع في مثلا زي المحليات وشكل قوانين المحليات نفس التوافق، خلاص بتقول انه في مسار محدد بتوصية واضحة، أو زي ما حصل في النظام الانتخابي الخاص بالمجالس النيابية، إنه انتهى الأمر في الآخر لثلاث آراء مختلفين. الثلاث آراء كل ما قدرش رأي فيهم يعني أقنع بقية الآراء، وده بنص اللائحة المنظمة للحوار الوطني من أوله في حالة الاختلاف له يعني لحدوث توافق ما بترفع التوصيات النهائية للقيادة السياسية، وبناء عليه تتخذ القياده السياسيه بقى الراي الانسب او ما تراه مناسبا. وده اللي حصل الحقيقه بشكل المجالس النيابيه، لان ما وصلناش. وسؤال حضرتك عن مجلس الامناء، مجلس الامناء هو معبر ايضا عن نفس الصيت السياسي اللي كان بيتخاور، فمش كل الموضوعات بيقدر مجلس الامناء يوصل فيها لتوصيه واضحه، ولكن توافق قرارات محددين رفعوا ل يعني السلطه الكبيره او الرئيسه في البلاد اللي بتاخد ساعتها قرار بما ترى مع مقتضى الحال موافق لاولويات العمل الوطني. او يعني عظيم جدا، انا بشكرك. اللي انا عايز اقوله في هذا الشان، هي حصلت حلحات كبيره لملف القادم في شكل السياسات، في شكل الصياغات السياسات، ودي كانت حاجه مهمه.
نتناقش في النظام الانتخابي الحالي ده، هل زي ما هو ولا محتاجين نغيره، واتفقنا الحاجة للتغيير. الحاجة إلى التغيير. ألو؟ بالظبط. يعني هو ده اللي أنتج مختلف الآراء، إنه أيوه في اتفاق إنه حاجات كتير في السياسات الحالية بحاجة جذرية إلى تغييرها أو النقاش حولها، وأحدهم طبعًا كان النظم الانتخابية. يا مسهل الأحوال، احنا هنشوف ايه اللي هيتم خلال برضو الايام القادمه. يمكن متبقي تقريبا حوالي 6 لجان، يعني يا رب يا مسهل انها كمان تنتهي من الصياغات النهائيه. انا بشكرك جدا النائبه اميره صبر عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب المصري.